سنوات، وهذه حقيقة مع الذات مع الموقف مع الكرامة مع الشهود، وهذا هو تاريخ جولان العظيم الذي هو جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الكريم. تحية لكم، والأمل بتحرير هذه الأفراد قريب جدا. لدينا الشعور بأن هذه خطوة أولى، ونرجو أن تكون قريبا تستكمل عملية التبادل القائمة بين حكومة الاحتلال والمقاومين الأبطال لفلسطين. الأرض والدفاع عن الأرض والاستماتة من أجل الأرض، وأيضا حماية الوقت هي من أولويات